السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. أقدم لكم في هذا الفيديو سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء من قناتي أنا وحياتي. الله يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. أولا سعر الدولار والعملات في البنوك فضلا وليس أمر، أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. سجل الجنيه الاسترليني 59.35 جنيه، الدينار الليبي 9.79 جنيه، الدينار البحريني 126.19 جنيه، الريال العماني 123.54 جنيه، الدينار الأردني 67.08 قروش، الدينار الكويتي 154.58 قروش، الريال القطري 13.06 قروش، درهم الإماراتي 12.95 قروش، الريال السعودي في البنك النهاردة 12.68 قروش، اليورو 51.09 قروش، الدولار الأمريكي في البنك النهاردة 47.54 قروش. سعر الريال السعودي والدولار في السوق السوداء، الريال السعودي سجل 12.88 قروش، سعر الدولار في السوق السوداء الشراء سجل 48.60 قروش والبيع سجل 49.82 قروش. بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله.